أوقاف. أكد صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء على تطلع واهتمام مملكة البحرين لتعزيز التعاون والتنسيق مع جمهورية السودان الشقيقة في أطر العلاقات الثنائية الوطيدة بما يحقق المصالح المشتركة للبلدين الشقيقين وشعبيهما. جاء ذلك لدى استقبال سموه في قصر القضبية مساء أمس فخامة الرئيس المشير عمر حسن البشير رئيس جمهورية السودان الشقيقة بحضور أصحاب السمو والمعالي والسعادة من كبار المسؤولين، حيث أشاد سموه بالمواقف السودانية تجاه مملكة البحرين ونحو الإسهام في تدعيم أطر العمل العربي المشترك والحفاظ على أمن واستقرار المنطقة. ونوه سموه بالتعاون بين مملكة البحرين وجمهورية السودان الشقيقة في العديد من المجالات الحيوية خاصة في النواحي الاستثمارية والزراعية، مما يشهد تناميا إيجابيا، وتحرص مملكة البحرين على تعزيز مردوده على البلدين الشقيقين. وتناول اللقاء جملة من المواضيع المتعلقة بالتطورات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك. وقد أقام صاحب السمو الملكي ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء مأدبة عشاء على شرف فخامة الرئيس المشير عمر حسن البشير رئيس جمهورية السودان الشقيقة والوفد المرافق.